السلام عليكم. جوبا بين العمق التاريخي الحضاري ومأساة التاريخ الراهن، تبدو الصورة هكذا تبدو الصورة في المديرية التي تحتضن على أرضها القصور والقلاع التاريخية، والتي يعود عهدها إلى ما قبل 600 عام بحسب المرويات التاريخية. المدينة التي عرفت بمدينة الملوك نسبة إلى كثرة الملوك الذين سكنوا وعاشوا فيها وحكموا منها، والتي كان آخر ملوك هذه الدول ملوك الدولة الطاهرية، تبدو كسفينة مغصوبة عرضة للفيض والنهب. في اللحظة الراهنة تشهد جوبا موجة انتهاكات واسعة طالت العديد من المناطق والقرى في المدينة وفي ريفها، خصوصا مناطق شرق جوبا تنوعت بين هذه الانتهاكات بين تفجير وتهجير ونهب واختطاف. أما على صعيد المواجهات العسكرية فقد شهدت منطقة الربيعتين مواجهات استمرت ليومين شرق جوبا بعد قيام الميليشيا بحملة عسكرية لاختطاف عدد من المشائخ والأهالي. لم تسلم جوبا كغيرها من المناطق اليمنية من موجة التهجير، حيث هجرت ميليشيا صالح والحوثي الانقلابية ما يقارب من 100 أسرة شملت العديد من القرى. وبحسب المصادر الميدانية تم نهب حوالي 80 منزلا على الأقل، إضافة إلى 13 سيارة مملوكة لمواطنين مغتربين. مشاهدينا الكرام، عن جوبا الواقعة تحت وطأة النهب والتفجير ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، والتي سيكون ضيفي فيها هنا في الاستوديو الأستاذ نبيل البكيري الكاتب والباحث. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور. أهلا بك أستاذ نبيل. قبل أن نبدأ نقاشنا اسمح لنا أن نذهب لمشاهدة هذا التقرير. جوبا في مرمى النهب والتفجير، حينما استيقظت المديرية التي تقع وسط اليمن على صباحات ديناميت فجر منازل معارضين للميليشيا ومن بينها منزل الشيخ عبد الحكيم العمري. جوبا الواقعة على مقربة من جبهة مريس التي تدور فيها معارك بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي والمخلوع منذ الانقلاب والاجتياح، شهدت الأيام الفائتة انتهاكات واسعة ونهبا شمل العديد من الممتلكات. الجرائم والانتهاكات التي تمت بحق المواطنين تركزت في منطقة الربيعتين، منها نهب وسرقة محتويات وأثاث أكثر من 20 منزلا تابعا للأهالي في تلك المناطق، وسرقة 10 سيارات بينها شاحنة في قريتي عرش وعرام. حالة التهجير شملت أكثر من 20 أسرة في الربيعتين، وأجبر المدنيون على النزوح والتشرد إلى أودية وشعاب المنطقة. بحسب معلومات فقد بلغ عدد الضحايا في معارك التصدي للهجوم الذي شنته الميليشيات الانقلابية على منازل الأهالي 7 جرحى، وتم اختطاف 7 من المدنيين العزل بينهم أحد الجرحى. الميليشيا خلال الأيام الفائتة ركزت في جرائمها على منطقة جوبا، وقامت بحملة اقتحامات ومداهمة شملت مباني ومقرات. يوميات جرائم الميليشيا بحق المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها تتسع يوما بعد آخر، وثمة صوت مدني وإعلامي يرتفع خشية تحول تلك الجرائم لاعتيادات يومية، ويصبح المدنيون ضمن مأساة تتزايد كل يوم. التعامل المدني والإعلامي وتناول المجتمع الدولي لجرائم الميليشيا لا يبدو على قدر مقبول من المسؤولية الإنسانية، وهذا بحد ذاته مؤشر يحمل في طياته بذور انزلاق العدالة نحو مسارات أخرى على صعيد اللحظة الراهنة والمستقبلية. مشاهدينا الكرام، إذا نناقش هذه الحلقة مع ضيفي الأستاذ نبيل البكيري. بداية أستاذ نبيل، يعني نحن نتحدث عن جرائم الحوثي، منطقة جديدة لهذه الانتهاكات، تتوسع خارطة هذه الانتهاكات بطبيعة الحال. برأيك لماذا تركزت هذه المرة في جوبا تحديدا؟ أولا، ما يتم في جوبا هو ليس بمعزل عما جرى منذ صعدة، منذ دماج حتى آخر رصاصة تطلق الآن في الهواء تجاه كل يمني وتجاه كل من يقف أمام هذا المشروع الهمجي. وبالتالي أنا باعتقادي اللي يحصل هو نتاج طبيعي، لأنه هذه العودة المفاجئة للإمامة حينما عادت، عادت بكل أوجاعها وبكل أمراضها وبكل أوبئتها وبكل همجيتها. وبالتالي ما يحصل في جوبا هو نتيجة طبيعية أولا لأسباب عدة، من ضمن هذه الأسباب أنا باعتقادي أنه النضال بالتقسيط، أو بمعنى أنه النكل المهام في مواجهة هذه الميليشيا إلى منطقة دون أخرى. أنا باعتقادي هذا يؤدي إلى مثل هذه المعارك بالتقسيط التي تقسم ظهر كل منطقة، لأنه
أنا باعتقادي ما تم منذ اللحظات الأولى في هذه المناطق كانت تستفرد كل تترك هذه الميليشيا التي تمتلك جيش دولة بكل ما تحمل كلمة معنى أن تستفرد بمنطقة بعد أخرى دون بمعزل عن وجود حالة التحام جماهيري بين هذه المناطق اللي تقف صفا واحدا في وجه هذه الميليشيات، وبالتالي هذا يستدعي من اليمنيين جميعا في هذه المناطق وفي كل مكان أن لا يتركوا بعض مناطقهم عرضة لمثل هذه الهمجيات، لأنهم لن يكونوا بمنأى عن مثل هذا المصير. هذه من جرائم ولؤم هذه الميليشيات أنها حينما تستهدف هذه المناطق أنها تحاول أن تحيد بعض المناطق، وكل منطقة تحيد التي بعدها حتى تلتهم هذه المناطق منطقة بعد أخرى منطقة بعد أخرى حتى تصل إلى مبتغها. وبالتالي أنا باعتقادي أنه كان في خطأ استراتيجي في تقدير بعض هذه القبائل التي تسكن في هذه المناطق حينما يعني ظلت تتفرج على ما يدور حولها في مريس وفي دمت وفي غيرها من المناطق، وبالتالي الآن الجميع يدفعون هذا ثمن. لكن حينما برأيك أستاذ نبيل يعني ما مخاطر أن تنفرد الميليشيا بكل منطقة على حدة؟ يعني جبن، القفر، عتمة، هذه مناطق كما تفضلت يعني تبدو وحيدة في مواجهة الميليشيا. أولا هناك بعد آخر، بعد ربما مغيب عن كثير من الذين يراقبون هذه اللحظة في اليمن. هذه المناطق تعتبر امتداد لواحدة أو عمق تاريخي لواحدة من أهم وأعظم الدويلات اليمنية، هي الدولة الطاهرية التي عاشت على هذه المنطقة أو نشأت في هذه المنطقة وكانت لها بعد حضاري وعروبي حميري واضح في هذه المنطقة، وبالتالي الإمامة بصورتها الراهنة تستهدف كل هذه الجذور، كل هذه القيم التي تمثل دوافع وكوامن وحوامل لعودة المشروع الوطني وعودة المشروع المواجهة مع هذه الفكرة الخرافية التي عاشت في صراع مع كل اليمنيين على امتداد التاريخ. هذا جانب مهم لا يمكن إغفاله في صراع الراهن، وبالتالي تخشى هذه الميليشيات من أن تتشكل هذه الهوية الدافعة لمواجهة هذا القبح الطائفي والميليشوي من هذه المناطق، وبالتالي هي اليوم تعمل على الاستفراد بكل منطقة على حدة. بدأت بعتمة في هذه المنطقة، قبلها ذهبت إلى بعدان وتم وتصفية جيوب المقاومة هناك، وأيضا في العدين والشعاور، وأيضا اليوم في جبن، وقبلها أيضا في مريس، وقبلها أيضا في كثير من هذه المناطق عطبة. وبالتالي هي تستهدف في جزء كبير جدا من هذه المعركة عملية عزل كل منطقة عن الأخرى، وحينما تعزل كل منطقة عن الأخرى يسهل لها ابتلاع هذه المناطق. لكن هذه الميليشيات هي أعجز من أن تواجه الجميع في معركة واحدة يصطف فيها جميع اليمنيين وكل المناطق المستهدفة تصطف صفا واحد. لكن الكارثة الكبيرة أنه اليوم نحصد نحن نتيجة عملية التفرق من بعيد على ما يتم في كل منطقة على حدة، وبالتالي نحن نفرط بالسور الأول والسور الثاني والسور الثالث حتى يصل إلينا هذا الحريق، وبعد ذلك نندفع لنصيح لماذا وصلنا إلى هذا الحال. هذا الحال نتيجة طبيعية لهذا الإهمال أو لهذا الغياب أو لهذا التغييب لمسألة القضية الوطنية. اليوم قضية الحوثية مع اليمنيين هي قضية وطنية مصيرية لا تستهدف فردا واحد، إنما تستهدف المجموع العام لكل يمني يرفض هذا المشروع الهمجي، وبالتالي كل من يرفض هذا المشروع الهمجي بالتالي يطاله مثل هذا المشروع أو سيطاله، حتى الذين لا يقفون في وجه المشروع إنما هم سيكونون وجبة تالية لهذا المشروع، بالنظر إلى أنه الجهد المعركة اليوم تتركز على الصف الذي يقاوم. بعد ذلك حينما تستتب لها الأمر هي بالتالي ستصفي حساسيتها وخصوماتها مع كل الذين صمتوا وتفرقوا على ما يتم في هذه المناطق. ماذا عن الشرعية أستاذ نبيل؟ يعني هنا السؤال الجوهري والكبير. نعم، من يقول بأن هناك يعني إرادة لبقاء المعارك في الحدود الشطرية، خصوصا يعني مثلا مريس حتى لا تتجه إلى الضالع وهكذا. طبعا في إشكالية هنا يجب أن توضح. حينما نتحدث نحن عن غياب المواطنين في الدفاع عن أنفسهم، نحن لا نعفي الشرعية بحال من الأحوال، وخاصة الشرعية التي أصبحت اليوم موجودة ولها جيوش ولها تتحرك في أكثر من منطقة ولها تواجد ولها حضور دولي وإقليمي، وبالتالي نحن لا نعفي الشرعية. لكن في المقابل حينما لا نعفي الشرعية نحن لا يجب أن نقول للناس أن ينتظروا هذه الشرعية. الشرعية في حالة هناك عجز واضح، هناك فشل واضح، لكن هذا الفشل لا يعفي أي أحد قادر على حمل السلاح والمواجهة في هذه المعركة بما لديه من إمكانيات بسيطة متواضعة. أنا باعتقادي عليه ألا يتردد،
لأن المعركة ستستهدفه، لأن الميليشيا ستستهدفه في وجود الشرعية أو بدون الشرعية، أنت مستهدف في كل الحالتين، حتى ولو صمت، حتى ولو عملت نفسك ميت، أنت مستهدف من قبل هذا المشروع الهامجي. وبالتالي يعني يفترض اليوم أنه أن يكون هناك صف أول لهذه المواجهة، وهم مثلة بأبناء هذه المناطق، أن يتكتلوا وأن لا ينخدعوا بمسألة التحييد الذي يتم في أوساط هذه المناطق، لأنه يتم تحييد قبيلة على حساب أخرى، ومنطقة على حساب أخرى، وأسرة على حساب أخرى، حتى يتم الاستفراد بكل واحد منهم. الشرعية اليوم مطالبة أيضا بأن تحضر في هذه المناطق التي تمثل عمقها الوطني وعمقها المقاوم، وأنا باعتقادي أنه هذه المناطق من أهم المناطق التي كانت عماد المشروع الجمهوري منذ 26 سبتمبر وحتى هذه اللحظة. نعم، اسمح لنا أستاذ نبيل ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ عامر طاهر، وهو أحد النازحين من أبناء جبن من الضالع. مساء الخير أستاذ عامر. يا مساء النور، يا مرحبا، أهلا بك أستاذ عامر. نود أن تطلعنا على طبيعة ما جرى في جبن، خصوصا مسألة النزوح التي طالت الأهالي. في الحقيقة أصاب جبن ما أصاب اليمن بشكل عام من الهوس العنصري الكهنوتي المقيت والمرض يعني والتمايز بين الطبقات، فأصابها ما أصاب اليمن من حب استملاك الشعب الإنساني باسم الله ورسوله. وكانت المشكلة أنهم اقتحموا إحدى القرى، قرى جبن، لكي يعتقلوا أحد المشايخ الفضلاء، مما اضطر الشباب لمواجهتهم والاشتباك معهم، واستمر هذا الاشتباك أو هذه المعركة لمدة 3 أيام بالأسلحة الشخصية. واجهوا بها أعتى قوات الحوثة ومن والاهم، ثم اقتحموا القرى وهجروا أهلها، والآن متفرقين في الشعاب، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، وفجروا بيت الشيخ الفاضل عبد الحكيم العرشي، مما تضرت بيوت حوله، ولم يبقى في القرية أحد. هل هجروا بشكل متعمد أستاذ عامر، أم يعني أم أن هناك أنه نزوح بسبب ما حدث؟ لا، النزوح بسبب الخوف من التفجير، من الاعتقالات. نعم. تم نهب البيوت، تم مطاردة النساء، وقد قتلوا من قبل امرأة من حجاج، نهبوا 13 سيارة، أخذوا يتعسفون الناس بشكل مستفز، لم تبقى جريمة من جرائم الإنسانية إلا وعملوها في مدينة أو في مديرية جبل. هذه المديرية المسالمة الذين يتبعوا أهلها المهجر ويعيشوا من عرق جبينهم مسالمين، ولكن صابها ما أصاب بقية الأمة عندما استطفلوا الشعب اليمني، عندما استفردوهم فردا فردا، قبيلة قبيلة، مذهب مذهب، وهكذا. وغرقت سفينة اليمن بشكل عام، بعض الناس يعني ينظر إلى إخوانه وهم يهجروا يظن أنه لا يصله البلاء أو هذا المرض المقيت. لذلك أصابهم ما أصاب بقية المديريات، هذا الوضع الذي حصل يعني بشكل مختصر. نعم، إذن يعني لا مجيب من الشرع. نعم، تفضل. ولا مجيب من الشرعية. نعم. ولا من التحالف يطفو هذه التعسفات، تفجير البيوت. نعم، إذن عامر يعني أود أن أسألك عن أوضاع النازحين الذين يعني ما زالوا في المناطق أو القرى المجاورة التي نزحوا إليها، يعني ما هي أوضاعهم، أين يسكنون، حدثني عن ذلك. محصورين، خائفين، متوجسين، نهبت بيوتهم، أخذت سياراتهم، فجرت بيوت منهم. ويا ليت أنهم نزحوا إلى بعض القرى، بل نزحوا إلى الشعاب، يفترشون الأرض ويفتحفون السماء. وهذه الأيام أمطار، لا يعني ما فيش معهم حتى طرابيل لكي تقيهم البرد والمطر في هذه الشعاب النائية المقفرة. وكل هذا من بركات السيد وبركات الزعيم الذي عملوا في الشعب اليمني ما عملوا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيهم بما يستحقون. إذن شكرا جزيلا لك عامر طاهر، نازح من أبناء جبن، كنت معنا عبر الهاتف من الضالع. عودة إليك أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، يعني
ربما نقطة يعني طرحها الأخ عامر، وهي مسألة تفجير منزل أحد الشيوخ، محاولة اختطاف أحد الشيوخ أيضا، وتدخل الأبناء، عودة موجة التهجير والتفجير مجددا يعني بشكل واسع من تعز إلى جبن، ما الذي تشكل هذه النقطة؟ لا شك أنه هذا الأسلوب هو أسلوب ليس قديما أو ليس جديدا على مثل هذه الميليشيات. هي استخدمت جزء كبير من استراتيجيتها في خلق الصدمة والرعب لدى كل من يحاول أن يفكر أن يواجههم، بالتالي كان هذا الأسلوب هو الممارس منذ خروجهم من صعدة حتى وصولهم إلى سواحل عدن، تفجير كل بيوت بيوت الذين يواجهون هذه الظاهرة وتعمل على استهداف كل من له قدرة على تحشيد الناس، كل من له قدرة على المواجهة أو لديه مزيد قليل من الشجاعة في أن يقول لا لهذه الميليشيات. وهي فجرت منازل في حيفان وفي الحكوم، في صبر، في شرعاب، في شمير، في كل المناطق التي وصلت إليها هذه، في جبل حبشي. يعني هذه الميليشيات مشروعها مشروع تدميري، وأسلوب تفجير البيوت هذا أسلوب متبع منذ الإمامة، يعني من أيام الإمامة كانت حينما تغزو منطقة تبدأ بتفجير البيوت وتدمير البيوت على رؤوس سكانها كنوع من الهمجية التي تفرط فيها في الإذلال وفي قمع كل من يحاول أو يفكر في مسألة مجابهة مثل هذا مثل هذه الهمجية. وبالتالي سيستمر هذا المسلسل ما دام هناك نوع من التواطؤ من الجميع، تواطؤ من الشرعية، تواطؤ من التحالف، تواطؤ أيضا من أبناء المناطق أنفسهم. لما تواطؤ تحالف يعني ما هو الجدوى أو ما هو الغرض من هذا أنا باعتقادي السكوت. أيضا في نوع من الرؤية القاصرة للصراع في اليمن، هو نوع من أنا أسميه استعباط، إنه مسألة إنه تبقى المعارك في هذه المناطق معارك استنزاف أو معارك تخفيف على مسار المعركة في الجبهات أو معارك إطالة أمد المواجهات حتى يتم استنزاف هذه الميليشيات، وبالتالي هذا تفكير خاطئ، لأنه بالنتيجة هذه المعارك التي تتم في مناطق كثافة سكانية ومناطق تعتبر قلب للمشروع الوطني وقلب للكثافة السكانية في اليمن أيضا، هذا يؤدي إلى كسر إرادة الناس ويؤدي إلى نوع من خلق حالة من الجبن والضعف في مواجهة هذا المشروع. حينما يرى هذا الذي يفجر أو الذي يندفع لمقاومة هذا المشروع يرى أنه خذل، وبالتالي ماذا سيكون مصيره؟ مصيره أنه سيعتزل هذه الحرب أو أنه سيخضع لسلطة هذه الميليشيات، وكذلك سيصبح مثالا ساريا على كل الذين من حوله في هذه المناطق التي تقابل هذا المشروع. وبالتالي هذا الخطأ الكبير الاستراتيجي هو خطأ للتحالف العربي وخطأ للشرعية التي مغيبة وعاجزة في هذه المرحلة ومشغولة بمشاكل نتجت نتيجة عن فشلها في إدارة هذه المرحلة وإدارة هذه المعركة وإدارة المناطق المحررة، وبالتالي يدفع الجميع ثمن هذه الجريمة وثمن هذا الاستهبال في إدارة معركة بهذا المصير، معركة تاريخية مصيرية لكل اليمنيين. أنا باعتقادي اليوم الناس تقدم ما لديها وقدمت الكثير، الآن بقى الدور على الحكومة الشرعية إما أن تبادر وتدير هذه المعركة بمعركة اقتدار بإمكانياتها الموجودة والمتاحة، وإما أن تدع للناس خياراتهم التي يختارونها. ليس هناك خيارات أخرى غير الخيار المواجهة والانتحار في ظل عدم وجود عدم تكافؤ المعركة. هناك سلاح دولة تم نهبه يتم تسخيره لضرب وتدمير بيوت المواطنين العزل، المواطنين الذين لا يمتلكون السلاح. المعركة غير متكافئة وغير مهيئة لأي انتصار ما دام هناك نوع من هذا التواطؤ، ما دام في نوع من خلق أو ترك الناس لمواجهة هذا المصير السيء الذي ينتظرهم بفعل هذا الفشل الموجود. طيب أستاذ نبيل، يعني طبيعة المواجهات الدائرة في مريس وهي يعني تقع بالقرب من جبن كان لها تأثير أو أثر برأيك على طبيعة ما دار، هل وجد هذا الأثر؟ المعركة شوف الدائرة منذ أكثر من عام ونصف في منطقة مريس وما جاورها من قعطبة إلى يعيس إلى هذه المناطق إلى يوم امتدت إلى جبن، وهي مناطق تشكل في عرف اللحظة الجغرافية أنه هذه مناطق حدودية بين الشمال والجنوب، وأيضا هذه المناطق يفترض أنها مناطق يعني شبه محاصرة اليوم، يعني هناك أيضا يمنع الجرحى من الذهاب إلى عدن للعلاج في عدن، هناك أيضا تقطع للسلاح، بعض السلاح الذي يتم شراؤه بأموال المواطنين المقاومين في هذه المناطق، يعني هناك نوع من الخذلان ليس فقط على مستوى الشرعية، هناك خذلان أيضا من أبناء المنطقة الواحدة، يعني مناطق ما تسمى بالضالع الجنوبية اليوم أيضا
في حالة من نوع من الخذلان. هذا الخذلان أنا باعتقادي لن يقف عند هذا الحد، إنما سيساعد هذه الميليشيات في إعادة الكرة مرة أخرى، أو سيجعل الناس يصابون بحالة من الاستسلام لهذا الواقع المرير ما لم يتم الانتباه لهذه المعركة، أن هذه المعركة مصيرية ليس فقط لتحديد مصير الشمال والجنوب، إنما لتحديد مصير الجنوب مع الشمال سويا. أنا باعتقادي واهم من يظن أن هذه المعركة تستهدف فقط هذا الشريط الحدودي أو تستهدف ابناء هذه المناطق، هذه المعركة تستهدف كل اليمنيين حتى أدغال وحدود المهرة وسقطرة، وبالتالي يجب أن تكون المعركة واحدة ويجب أن تحسم ويتعاضد الناس لمواجهة هذه الآفة التاريخية. نعم، إذا نسمح لنا أستاذ نبيل أن ينضم معنا أيضا الصحفي حميد الرقيمي من الضالع. مساء الخير أستاذ حميد. مساء النور أستاذ حميد. هلأ يعني وضعتنا في صورة ما حدث في جوبن خلال أيام الفائتة. في البداية أسأل الله مساكي وضيفك الزميل نبيل البكيري، لكن دعيني أستاذتي العزيزة أن أتحدث بداية عن أهمية هذه المدينة وعن التاريخ الذي يقع على عاتق هذه المدينة. الحديث عن المدينة التاريخية جوبن سيظل محل اهتمام الأجيال القادمة كما هو محل اهتمامنا نحن اليوم. ما تعرضت مدينة جوبن في السابق أو في التاريخ الوسيط لمؤامرات عدة من قبل الأئمة، كما هو الحال اليوم تتعرض بنفس الدافع الأحقاد الدفينة وكذلك الخبث الذي تحمله الأئمة على أبناء هذه المدينة. هناك نقاط مهمة يعني يجب أن نتحدث فيها أولا، ويجب أن نطرح المشاهد ونطرح المواطن اليمني في الصورة الواضحة وفي الهيئة التي تشكلها هذه المدينة في عمق التاريخ اليمني وفي الحاضر، ومدى أهميتها في معركة ميليشيات الحوثي والصالح، وبالأخص الامتداد التاريخي الذي يدفعهم اليوم لإعادة الإمامة من جديد. مدينة جوبن عندما كانت الدولة الطاهرية وهي أول دولة يمنية مستقلة بعد الإسلام كانت عاصمتها جوبن، بعد أن ظل اليمني يتأرجح بين رياح المحتل وعواصف الدخيل المستبد جاءت هذه الدولة الطاهرية وكان لها ازدهار واضح وتوسع كبير. من خلالها كانت هناك المباني وكانت هناك الزراعة وكان هناك غيظ كبير يحمله الأئمة ضد هذه الدولة، مما تعرضت للكثير من الهجمات، وأيضا تعرضت لمؤامرة كبيرة وخبيثة قادها شرف الدين الإمام شرف الدين عندما تحالف ثلاث امبراطوريات على هذه الدولة الطاهرية، البرتغاليين والمماليك والعثمانيين. كان ذلك ناتج عمل خبيث ومؤامرة خبيثة قام بها الإمام شرف الدين، وأيضا استماتت الدولة الطاهرية في مواجهة المعارك التي كانت تدور في عدة مناطق، وحاربت الإمبراطوريات في السيوف والرماح رغم استخدام السلاح الناري لأول مرة في تلك المواجهة. اليوم هو الحال لا يختلف عن ذلك الحال، والحق الدفين هو موجود. علاوة على ذلك خوفهم من عودة تلك القوة الطاهرية التي حكمت اليمن من صعدة إلى حضرموت. اليوم يا أستاذتي مدينة جوبن تتعرض للكثير من الحماقات الحوثية، وبتعاون أنصار المخلوع في المنطقة قبل الأحداث الأخيرة عاشت المدينة أحداث مأساوية عديدة، وما ردة الفعل الأخيرة التي قام بها رجال بعض القبائل في عزلة الربيعتين إلا انفجار تلقائي في وجه الميليشيات، انفجار الإنسان العزيز الكريم الذي رفض الذل لنفسه ولغيره. هذه القبائل لم تعتدي على أي مواطن في يوم من الأيام، لكنها وبعد أشهر من الصبر والتماسك انفجرت في وجه كل من يحاول المساس بكرامتها وعزة أبنائها. حاولت الميليشيات مؤخرا بعد أن قتلت امرأة وبعد أن فسخت عقد زواج بين الزوجين لأن الرجل لا ينتمي إلى الطائفة المقدسة كما حسب ما يزعمون، لك أن تتخيلي أن هناك فسخ عقد زواج يعني هدم حياة زوجية لسبب عنصري دفيء خبيث. وأيضا بعد قبل أشهر كذلك كان هناك انتفاضة من المواطنين في وجه ميليشيات الحوثي والصالح في قرية نعوة، وكان ذلك ناتج الابتزازات الكبيرة التي تعرض لها المواطنين واتهامهم بقتل أحد عناصر التي تتعاون مع ميليشيات الحوثي والصالح. نتج عن ذلك الانتفاضة في نعوة والذي كان قبل أشهر من الآن،
تفجير منازل عدة، وكذلك نهب مواطنين الأملاك والسيارات، والكثير من التفاصيل المأساوية التي طالت هذه المدينة منذ أن اجتاحت ميليشيات الحوثي والصالح مدينة دمت وأيضا جبن. نعم أستاذ حميد، يعني أود أن أسألك عن حال 100 أسرة قيل بأنه تم تهجيرها، أين تركز ذلك التهجير وما هي أوضاعهم؟ تم تهجير الكثير من الأسر وأيضا نهب بعض المحلات حسب ما ورد لنا من الرسائل، وكذلك حسب المصادر هناك، وكذلك نهب سيارات وأملاك عدة، وتفجير منزل الشيخ عبد الحكيم العمري لسبب وقوفه في مواجهة من يحاول المساس بكرامته، وأيضا من يحاول المساس في القرية التي هي بعيدة جدا عن المدينة، والتي أيضا مدينة جبن بعيدة جدا عن المواجهات التي تدور في جبهة مريس. أبناء جبن كذلك هم متواجدين في جبهة مريس ومنفصلين عن مدينتهم وعن أسرهم وعن منازلهم، إلا إن التصرفات الحوثية وأيضا ومن يتعاون معهم من أبناء المناطق المجاورة يريدون أن يركعوا هذه المدينة وأن تكون هناك المطالب جميعها مستجابة، حتى لو كان ذلك على حساب كرامتهم. اليوم الكثير من الأسر هجرت، وأنا أتحدث معك الآن ما زال بعض المواطنين في القرى، في بعض القرى المحادية لقرية العرش يتعرضون للتهديدات ومن قبل ميليشيات الحوثي والصالح، والوعيد بالمزيد من التصرفات الحمقاء. هناك كثير من الأسر نزحت إلى الشعيد، هناك كثير من الأبناء نزحوا إلى الضالع وإلى مريس، وأصبحت القرية التي كان يقاتل على أبوابها أبناها بعض أبناء هذه المنطقة أصبحت خالية من الأبناء، وهناك دخل جدد أيضا قاموا بتصرفات حمقى، نهب وسرقة وتفجير، وهناك المزيد من التهديدات والوعيد بالمزيد من التصرفات التي تستهدف الكثير من المواطنين، يريدوا بذلك أن يخضعوا المواطنين هذه المدينة وأبنائها، لم يخضعوا لاستجابة أو لم يخضعوا لمطالب الحوثيين رغم سيطرة الحوثيين لهذه المنطقة، إلا أن هناك كان صبر وكان تمسك كبير من أبناء هذه المنطقة، لكن الأمر وصل إلى الحد الذي لم يعد فيه الإنسان الكريم العزيز أن يحاول الصبر والكتمان من تلقاء أنفسهم وما انفجروا في وجه ميليشيات الحوثي والصالح. أيضا صمدوا أكثر من 48 ساعة في مواجهة هذه الميليشيات التي زحفت بالدبابة وأيضا في المدرعات وأيضا بالأسلحة الثقيلة، إلا أن رغم الخسائر المادية التي هي اليوم يحاول الحوثي من خلال الاستعراض أمام بقية المناطق خوفا من الانتفاضة وخوفا من ردود فعل أخرى، يحاول النهب وأيضا تفجير المنازل، لكن مهما كانت هناك الكثير من المواطنين يقولوا إن ردة الفعل كان لها ثمنها الكبير، وكان لها ردة فعل ستظل تاريخية كما اعتدنا أن نعرف هذه المنطقة. وايضا لا هناك قله من الجرحى من جرحى قبائل هذه المنطقه، وخسائر في المقاتلين في صفوف ميليشيات الحوثي. مهما كان كما تحدثوا اليوم ونحن نسمعهم اليوم في مريس، هم يتحدثون عن الموقف العزيز والموقف المشرف الذي اتى من تلقاء انفسهم، لا تنسيق لا 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 تخطيط، انما اتى لحظه محاوله ميليشيات الحوثي والصالح ان تصل الى المستوى اللامقبول والى التصرفات التي تجاوزت الحدود على أبناء هذه المنطقة بمختلف الانتماءات. لم يكن أي انتماء محدد لرجال القبائل، انتفضت من تلقاء أنفسهم بالأسلحة الشخصية. نعم وصلت الفكرة. نعم نعم إذن شكرا جزيلا لك حميد الرقيمي الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من الضالع. اسمح لنا أستاذ نبيل أنت وأستاذ المشاهدين أن نذهب لهذا الفصل القصير ثم نعود إليكم. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. استاذ نبيل، يعني تحت الهواء يعني انت شعرت بملل الحديث عن نفس الفكره، نفس الجرائم، نفس ربما نحن نغير فقط المدن.
لا يردع هذه الميليشيا شيء، تتجه يعني كالنار آكلة معها كل ما تجده، في ظل صمت ضمير دولي واضح عن هذه الجرائم اليومية، لماذا برأيك؟ الكارثة أن وصل الناس أو وصل المجتمع الدولي للتطبيع مع هذه الجريمة، تعايش مع هذه الجريمة كأنها شأن معتاد يعني، وأصبح الحديث عن ما تصيح منه الميليشيات هو الحديث السائد في وسائل الإعلام، يعني مثل حديث مثلا اليوم عن ظاهرة الكوليرا، الحديث عن الكوليرا في صنعاء التي وشعار ترفع جماعات الحوثي لاستقطاب نوع مزيد من الدعم الدولي ومزيد أيضا من تقديم الصورة على أن هذا الوباء نتيجة لمؤامرة دولية أو كونية، مع أنه في الأساس هو نتيجة لهذا الفيروس الإمامي الذي حقن الناس بالبلادة وحقن الناس بالهمجية والحالة المزرية جدا ما وصل إليه اليمن في هذه المرحلة. هذه الكارثة اليوم أنا باعتقادي أنه وصل الناس إلى مرحلة الملل في الحديث عنها، لأنه أصبح سيناريو مكرر ورتيب ويتكرر وينتقل من جغرافيا إلى أخرى بنفس الأدوات بنفس الوسائل بنفس يعني على امتداد عامين وأكثر من عامين. وهذه الميليشيات التي هي في حقيقة الأمر هي جزء ورئيسي من ما يسمى بالجيش الوطني أو الجيش الذي حماه الذي أنشأه اليمنيون وأسسه وأكل ميزانياتهم طوال أكثر من 40 عاما. هذا الجيش الذي خلع رداءه الجمهوري وارتدى قميص الميليشيات وشعارهم وانطلق يدمر البيوت، يعني هذه الميليشيات لم تأتي من فراغ، هي أتت ونهبت الدولة بل ذاب الجيش وذابت مؤسسات الدولة في إطار هذه الميليشيات، وتحولوا إلى عامل تخريب وتدمير وهدم وخراب للبلاد التي ينتمون إليها. يعني هذه كارثة لم يحصل مثيل لها في التاريخ، أن ينقلب الجيش الذي كان جيشا وطنيا إلى ميليشيات ويدمر بهذا الشكل، وهذا نتيجة طبيعية لحالة الفشل الذي أصاب اليمنيين من والعقم السياسي منذ أحداث سبتمبر 62 إلى اليوم، فإنهم لم يذهبوا إلى إيجاد جيش وطني حقيقي، لم يذهبوا إلى تأسيس دولة حقيقية بمؤسسات وطنية جمهورية ضامنة للمساواة ضامنة للحقوق والحريات، وبالتالي نحن نحصد هذا الوباء التاريخي الذي اعتاشت عليه الإمامة حتى ظهرت مرة أخرى في 2014. نحن أمام ظاهرة خطيرة، هذه الظاهرة يجب أن نقف اليوم صفا واحدا كل اليمنيين، أن نقف هذا الوباء هذا الطاعون الذي أتى بكل أوجاع القرون وكل أوبئات القرون، التي حتى بعد 50 عاما تعود الملاريا وتعود الكوليرا ويعود الجدري ويعود كل أمراض التي تخلص منها اليمنيون قبل أكثر من 50 عاما عادت مع عودة هذه الميليشيات. هذا ليس حديثا للطرافة بقدر ما هو حديث الواقع المر اليوم الذي يجب أن يقف اليمنيون صفا واحدا لإيقاف هذه المهزلة التاريخية. أنا باعتقادي ليس هناك أحد بمنجع عن مثل هذه النتائج والتداعيات مثل وجود هذه الميليشيات في حياة اليمنيين التي تدمر. الآن نحن بلاد انهار بكل مؤسساته أمنية والعسكرية والصحية يعني الناس وصلوا إلى مرحلة الموت السريري البطيء، وبالتالي ما لم يكن هناك وقفة حقيقية وما لم يكن هناك محاسبة اليوم للقائمين على الأمر الذين يعترف بهم العالم، حكومتنا الشرعية التي يجب أن تقف أمام الناس وتقول لهم لماذا هي عاجزة كل هذا العجز، لم يعد مستساغ أحد أن يقبل يعني مزيد من التبرير على امتداد عامين لتبرير هذا الفشل الموجود. بقدرة هذه الحكومة أن تصنع المزيد وتصنع الكثير، لكن للأسف هذه الحكومة ليس عندها مسؤولية أخلاقية ولا ضميرية لمواجهة هذه الكارثة التي أصابت اليمنيين. على أقل القليل نريد على أقل القليل أن يكون هناك صوت للإعلام، صوت يشرح للعالم ما الذي يجري في اليمن، حتى هذا الصوت لم نجده من قبل هذه الحكومة التي يعترف بها العالم. نحن أمام كارثة أخلاقية، كارثة أمام هذه الإزدواجية أستاذ نبيل في المعايير يعني تجاه الجرائم والانتهاكات، يعني لم نسمع إدانة واحدة، لم نسمع يعني أي تحرك لمنظمات ولا لدول ولا لشيء، بينما ربما تتحرك العشرات من المنظمات لأجل سين أو صاد من الناس. ما هذه الإزدواجية في يعني المنظمات الدولية في المجتمع الدولي بشكل عام؟ طبعا هذا نتيجة الاشتغال، ليس المسألة اعتباطية إنه في نوع من المزاج في توصيف هذه جريمة وهذه يعني الجريمة. نعود إلى نقطة هذه في اشتغال، نعم. في عمل مؤسسي تم البناء عليه، تم رفضه، تم اختراق مؤسسات أممية، تم اختراق أيضا كثير من
المؤسسات الدولية وتسخيرها وتسخير تقارير مزيفة ومغلوطة عن الوضع في اليمن من قبل هذه الميليشيات. اليوم أيضا يتم الدفع بالحديث عن العودة إلى مسارات السلام بالمعنى الذي تريده هذه الميليشيات، الميليشيات التي وصلت إلى مرحلة العجز والفشل في مواجهة هذا الإخفاق الذي حصل، وبالتالي هي تلجأ اليوم للحديث عن السلام لاستدامة مشروعها ومحاولة شرعنة هذا المشروع في إطار الحديث عن السلام. وهذا الذي اليوم يعني يتم الحديث وترويجه في الأروقة الدولية من قبل من كنا نعتقدهم أنهم باحثين ومنصفين، وبالأخير يطلعون مجرد أدوات وكومبارس في مشروع الإمامة والطيرمانة التاريخية السلالية. نحن أمام حالة مخيفة في اليمن، ما لم ننتبه ونقف عند حالة العجز الموجودة اليوم، حالة المراوحة في نفس المكان منذ أكثر من عامين رغم كل الإمكانيات التي لدينا. هناك إمكانيات موجودة لهذه الشرعية التي تقود البلاد، لكن للأسف الطاقم الذي يعمل في هذه الشرعية مصاب بعقم لا يفهم هذه اللحظة التاريخية جيدا وماذا تعني. ذهبوا كل واحد لإصلاح يعني مصالحه الشخصية وترتيب أوضاعه العائلية بمعزل عما يتم اليوم في على أرض الميدان. نحن أمام معركة تاريخية ومصيرية لن يسلم منها أحد، حتى الذين يظنون أنهم خارج اليمن سيسلمون من هذه الجائحة، أنا أعتقد أنهم واهمون. نعم أستاذ نبيل، يعني قوة الشرعية يعني على الأقل والتحالف، وأنت تتحدث عن جيش يفترض الآن مع الشرعية، يعني على الأقل لما لا يتم إسناد المقاومة في جبن؟ يعني تحدثنا الصديقين يعني زميلين الذي كانوا معنا على الهواء أنه بأسلحتهم الشخصية تم مجابهة هذه الجائحة الحوثية. هذه من الأشياء المحيرة فعلا، يعني على امتداد عامين تم تدريب العديد من الكتائب والعديد من الوحدات العسكرية، وهناك مناطق عسكرية يتم التعامل معها كمناطق عسكرية، المنطقة الخامسة والسادسة والرابعة، هذه المناطق وكلها تتركز في منطقة واحدة من مأرب إلى العبر على امتداد الطريق الصحراوي من مأرب إلى العبر، تؤدي مهمة لا أحد يدري ما هذه المهمة. اليوم يجب أن نصارح هذا الجيش ونصارح هذه القيادة الشرعية ونقول لهم ماذا أنجزتم على امتداد عامين؟ إذا كانت المعركة لا زالت تراوح أطراف مأرب بين نهم وصرواح ولا تتحرك فيما يتم تدمير عمق اليمن الاستراتيجي وعمق اليمن الحضاري وعمق اليمن الجغرافي والسكاني في مناطق مريس وعتمة وجبان وغيرها من المناطق وتعز، وكل هذه المناطق يتم تهجير السكان وتم الاشتغال على مسألة ديموغرافية خطيرة في تمكين هذه الميليشيات من هذه المناطق وتدمير وطرد سكانها وتدمير منازل الناس وسرق ممتلكاتهم، هذا نحن أمام جائحة خطيرة. ما مسؤولية هذا الجيش اليوم الذي يصطف في مارب ويبقى في مارب يستلم الرواتب بدون، أو هذه القيادات؟ يعني هناك إشكالية في مسألة الرواتب وعدم استلامها، لكن هناك قيادات لا زالت لم تقدم إنجاز واحد، يعني القيادات الموجودة اليوم في قمة الجيش الوطني لم تقدم إنجاز واحد. بعد ذهاب الشدادي لم تتحرك المعركة شبرا واحدا في هذه المناطق. هناك أسئلة يجب أن تلقى على هذه القيادة، يجب أن تكون عند مستوى هذه المعركة ومستوى هذه اللحظة أو فلتستقيل. هناك آلاف البدلاء من القادرين والقيادات الكفؤة التي قادرة على حسم هذه المعركة وبالإمكانيات المتاحة الموجودة اليوم، لكن أن نظل نسمع صمتا مريبا وننتظر المجهول، أنا باعتقادي لم يعد أحد يستطيع الانتظار أكثر مما جرى الآن. نعم، يعني إذن جيوب المقاومة التي تحضر بين فترة وأخرى من عتمة إلى القفر إلى جبن، ما هي أهميتها برأيك؟ هذه حالات يجب كان العمل على تعزيز هذه الحالات وتشجيعها بالدعم بالسلاح بالدعم بالأفراد برفع معنوياتهم، لا أن تترك لقمة صائغة للميليشيات. لا يعني أنا يعني أستغرب كيف يفكرون مثلا هذه القرية التي تقاوم وهذه المنطقة وهذه العزلة تقاوم جيش منظم له دبابات وصواريخ ومدافع وأفراد، بينما تترك هذه المناطق يعني طعم لمثل هذه الميليشيات، يعني لقمة سائغة لمثل هذه الميليشيات بإمكانيات بسيطة. أنا باعتقادي أنه يجب أن تسند هذه المناطق ويجب أن يشجع أي حالة تمرد ويدعم بالسلاح ويدعم بالأفراد ويتم تشجيع مناطق أخرى للثورة. أما أن يتم الوضع بهذا الشكل، يعني أن تترك مناطق يعني لقمة صائغة للميليشيات، أنا باعتقادي هذه مؤامرة، هذه نوع من التواطؤ مع هذا الانقلاب الميليشوي. هذا الذي يجب أن يرتفع الصوت به ونخاطب القيادة السياسية والقيادة العسكرية اليوم للجيش الوطني، ما هذا الصمت؟ لماذا لا تتحرك هذه القوات وتعزز أقل شيء حتى بالذخيرة لمثل هذه المناطق التي تقود معارك مصيرية بمفردها لمواجهة هذا الصنف الميليشيوي؟ إذن أستاذ نبيل، يعني أمام هذه التطورات الأخيرة جرائم تمارسها
ميليشيا الحوثي. كما تفضلت يعني لا يوجد أي تطور حقيقي تقوم به الحكومة الشرعية، يعني هل نحن أمام مأساة كبيرة يعني بحق المدنيين تنمو بعيدا عن عيون الإعلام؟ ما يتم خارج عيون الإعلام أكثر بكثير مما يتم تسريبه لوسائل التواصل أو للإعلام تحديدا. هناك الآن جائحة جوع وجائحة مجاعة وجائحة أوبئة تلتهم مناطق بكاملها. الآن مهجري الكدحة والوازعية وموزع والمخا عايشين في العراء في جبال الصبيحة وفي خبوط الصبيحة بدون أي وسائل للأكل والشرب، يعني حتى المنظمات لا تعلم عنهم شيئا. هناك آلاف النازحين في هذه المناطق وخاصة في مناطق تعز، حتى المنظمات لا تصل إليهم، فما بالك بالحكومة الشرعية التي لا تعرف عنهم شيئا أيضا مثلهم اليوم. دور من إذن أستاذ نبيل؟ يعني إذا كان يعني لا أحد يعرف عنهم شيء، هو من الذي يفترض أن يكون حلقة وصل بين هذه الـ يعني الجموع الغفيرة من الناس الذين يتعرضون لكل أنواع الانتهاكات، لكون حلقة وصل بينهم وبين الحكومة، بينهم وبين العالم، بينهم وبين المنظمات؟ لا شك أن الإعلام يقوم بدور إلى حد كبير، لكن الإشكالية أن هذه الصورة التي ينقلها الإعلام لا ندري لماذا لا يتم التعاطي معها إيجابا، أو لا يتم رد يعني رد رسائل على هذه الرسالة الإعلامية التي تقدم. يعني ألا تعتقدين أنت أنه هذه يعني الحكومة الشرعية لا تدري ما الذي يجري في هذه المناطق؟ أنا أعتقد عندها كل هذه الصورة بكل هذا الوضوح، لكن الإشكالية أنه في نوع من التبلد، نوع من فقدان الإحساس بالمسؤولية الوطنية والمسؤولية الأخلاقية أولا. يعني هناك نوع من التبلد أصيب بها هؤلاء الناس، يعني لم نسمع صوت الآن، يعني يتم الحديث عن يعني يتعاطون مع كل القضايا إلا قضايا الداخل اليمني لا يتعاطون معها، لا يتعاطون مع قضايا النازحين بالآلاف، مع قضايا المهجرين، مع قضايا الجرحى، مع قضايا الجوع الذين اليوم لا يجدون ما يأكلون، مع قضايا المواطنين الذين لهم الشهر التاسع على التوالي دون مرتبات، مع قضايا الأوبئة اليوم التي تنتشر بفعل فقدان المناعة. يعني جزء كبير جدا من هذه الأوبئة التي تنتشر اليوم هي نتيجة لفقر الغذاء، الناس مش قادرة تشتري لأنه ليس لديها مال، ليس لدي وصلت إلى مرحلة الإفلاس، وبالتالي أيضا الناس أضربوا في المدن عن الاشتغال، وخاصة عمال النظافة ما أدى إلى مأساة الكوريلا نتيجة للأوساخ والقمامات التي تتراكم في الشوارع. يعني نحن أمام مأساة حقيقية، بينما هذه المأساة للأسف يتم توظيفها توظيف جيد من قبل الانقلاب، من قبل الميليشيات، يصورون العالم أنهم في إشكالية وبائية بحتة وليس بمعزل عن هذه الحرب، بمعزل عن هذا الانقلاب، بمعزل عن كل شيء، يريدون مساعدة دولية ويريدون يصورون العالم أنهم في ضائقة مالية أو ضائقة وبائية، وبالتالي العالم يطبع مع هذه الميليشيات وينقل المساعدات الطبية. أيضا للمعلومة أيضا عندما يقولون أن مطار صنعاء الدولي مغلق، مطار صنعاء الدولي يستقبل بين فينة أخرى العديد من الطائرات لمنظمات دولية ومنظمات إغاثة ومنظمات، ليس مغلق بالآخر يعني. لا لكن أيضا مغلق في وجوه يعني الرحلات المدنية فقط. لكن نعم يعني من يتضرر في النهاية؟ هذا ليس موضوعنا الآن، لكن من يتضرر في النهاية غير المواطن؟ الميليشيا تتقفز من دولة إلى أخرى، لا أحد يقول لها شيء، يعني نعلم بوجود قيادات تنتقل من بلاد إلى آخر، فيعني لما أغلق المطار من أساسه؟ يعني هذا ربما يحتاج إلى حلقة يعني من أساسها. شكرا جزيلا لك أستاذ نبيل البوكيري الكاتب والباحث، كنت معنا في المساء اليمني لهذه الحلقة. أشكر لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.